الله عليه وسلم وأتباعي أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا إخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ونخص خصوصا رب روحنا Abdurrahman Wasemujati, Mbah Dimensi Menara Kerap ya, Wasemujati, Mbah Arwani Kudus Wasemujati, Mbah Marwan Jagung Wasemujati, Mbah Dimensi Dharam Sadar Bintar Kasih Wasemujati. والمنان وحق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعتم جمعتن أهل كريكون كروركا بسار بشر خدمة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفو عنهم اللهم انشر رحمتك وفرج على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ربنا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمدا رسول الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين demikianlah Silsilatul Quran juz 27 dan 28 telah selesai dengan lancar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk santri pondok yang saat ini lagi berjuang menghafal Quran, juga untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini anak-anak kecil tadi pada baca ada beberapa yang kurang lancar, bisa jadi karena saya tungguin, bisa jadi karena panjenengan semua alhamdulillah tetap berani tampil, bisa melatih mental untuk selanjutnya kalau sudah khotam biar bisa seperti Mbak Umi, Mbak Yuhul gitu ya, sudah berani, Mbak kita juga sudah mulai disimak. Mungkin dari kami kurang